موجودين بالخارج بيعول عليهم بشكل كبير جدا سواء سياسيا او اقتصاديا. يمكن كان في انتقادات قبل كده بتقلل من ثقافتهم الانتمائيه لمصر وعدم احساسهم بالواقع المصري. في الفتره الاخيره نفي تام لده من خلال الواقع الفعلي من خلال المشاركه في الانتخابات. ده البعد السياسي. والبعد الاقتصادي ما يمكن ان تقدمه تحولات المصريين بالخارج بالاضافه الى اليات اخرى من اجل دعم الاقتصاد المصري. ده هيكون موضوع حوارنا اللي جاي مع حضراتكم من خلال هذا الصباح. سنتحدث في هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح المهندس حمزة عبد الفتاح وباشي رئيس الاتحاد العام لجاليات الأندية بفرنسا ورئيس جمعية المصريين العاملين بالخارج. صباح الخير باشمهندس حمزة، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. اسمح لنا في البداية نحن نتابع يعني سريعا هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد وبدء الحوار على الهواء مباشرة. للمصريين العاملين في الخارج دور مهم ورئيسي في دعم الاقتصاد المصري، ويعول الاقتصاد حاليا على العاملين في الخارج في ظل الأزمة التي يشهدها حاليا منذ ثورة يناير من خلال دفعهم لاستثمار مدخراتهم في الداخل. وينظر إلى العاملين في الخارج بأنهم مورد اقتصادي لا يقل أهمية عن الموارد الأخرى بعدما عوضت تحويلاتهم تراجع عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعوضت خروج الأموال الساخنة من مصر بعد الثورة، فكانت طوق النجاة للاقتصاد المصري في العامين الماضيين. ووصلت تحويلات العاملين بالخارج نهاية العام المالي 2011 و2012 إلى أكثر من 18 مليار دولار، وبلغت في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي 13 مليار دولار، وهي أرقام لم تعهدها مصر من قبل. ويعتبر ذلك انعكاسا لمدى تفاعل المصريين بالخارج مع دعوات الحكومة لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه صعوبات أبرزها تفاقم عجز الميزانية العامة. وساهمت تحويلات المصريين بالخارج بشكل أساسي في السيطرة على أزمة سوق الصرف، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ حزمة من القرارات لجذب المزيد منها. وفوق كل ذلك يمثل العاملون المصريون في الخارج ثروة هائلة للبلاد، فهم يشغلون مواقع مهمة في المنظمات الدولية والشركات والجامعات العالمية، ولديهم من الخبرة والكفاءة ما يؤهل مصر لتحقيق النهضة الحقيقية التي يحلم بها المصريون. هل الأحداث المؤسفة في مصر سواء الانقسامات السياسية اللي حاصلة دلوقتي أو الاقتصاد المصري الواهن بقالنا يمكن أكتر من سنتين في مشاكل اقتصادية ممكن تكون بشكل إيجابي فرصة لدعم ثقافة الانتماء من قبل إخواتنا المصريين العاملين بالخارج؟ ده أول سؤال هطرحه على ضيفي المهندس حمدي عبد الفتاح بوباشي رئيس جمعية المصريين العاملين بالخارج. بعد التحية مرة ثانية. والله المصريين موجودين في الخارج كانوا في وقت من الأوقات بيحسوا إن هم مصريين من درجة تانية، وكان انتماءهم لبلدهم يعني كان ما كانش محطوط في الدرجة الأولى بالنسبة للمسؤولين السابقين، طبعا مع كل احترامنا للي حصل قبل كده، بس النهاردة مطلوب منهم إن هم يقوموا بدور إيجابي لمساعدة الاقتصاد المصري، ومش هيتم ده الا اذا حسوا ان هم مصريين من الدرجه الاولى زي المصريين الموجودين في مصر اللي هم ما سافروش. مش قصه تحويلات بس، قصه الانتماء هتساعدهم ان هم يقوموا بتحويل مدخرات اكتر، ان هم يقوموا بتحويل التكنولوجيا، لان موجودين المصريين الموجودين بره بتنقسم الى كذا قسم، سواء ناس درسوا وقعدوا بره وهم اساتذه في الجامعه سواء في الاقتصاد او في السياسه او في مجالات اخرى، سواء رجال اعمال وعندهم امكانيه ان هم يجوا يعملوا مشروعات استثماريه مشتركه في مصر، سواء موظفين عاديين بيجوا مصر في وقت زياره مع عائلته. قصه الانتماء دي اولا يعني كانت حاجز لان هم يجوا في وقت من الاوقات، لان كان في بيروقراطيه في اي عمل استثماري في مصر في السابق للاسف. السنه دي ويعني ده برضه يعني احنا كلام حضرتك ان المشكله في الاول كانت في الرغبه نفسها، رغبه المصريين اللي بره ان هم يجوا يستثمروا
هنا ويساعدوا في الاقتصاد. هو كان في حاجه اذا ولا في رغبه بس ما فيش وسائل. ما كانش في اليات البيروقراطيه حضرتك اللي كانت موجوده في البلد لم تساعد اي مصري على اساس انه يجي يستثمر سواء استثمار ذهني. يعني انا بقول النهارده على واحد عنده مشروع ممكن يجي يستثمر، مش لازم يكون جايب مليار، ممكن يجي بمستثمر اجنبي معاه ويدخله البلد على اساس نعمل استثمار مشترك. فالوضع كان يختلف تماما في البدايه، كان في تعقيدات على كل المستويات، على كل المستويات، ما كانش في اي مساعد. يعني مش هتكلم بقى على الحاجه الرسميه كان ازاي بتتم، لان دي حصلت لي شخصيا على اساس حاولنا نعمل شركه استثماريه. وطبعا الواحد بينزل 10 15 يوم يعني بس عشان يلف على 20 مكتب عشان يملى ورق واستمارات، وفي النهايه طبعا ما عملناش حاجه. بس طبعا يعني فكره ربط الانتماء من عدمه بالمشكلات، اكيد في مشكلات كبيره بيواجهها المصريين في الخارج وكمان في الداخل، ولكن هذا لا يعني عدم الانتماء للبلد. ولكن هي الجزء اللي بنأكد عليها فكره الاليات التنفيذيه اللي ممكن ان هي تساعد المصريين في الخارج بشكل او باخر في المساعده داخل مصر. انت حضرتك لما تطلبي من اي حد انه يقوم بدوره لمساعدة مصر يعني بتحاولي بقدر الامكان ان انت تجذبيه ترجع بلده تاني، مش لازم يرجع جسمانيا بس يرجع ذهنيا ويرجع باستثمارات او يرجع بعلاقات. هل ممكن افهم كلام حضرتك ان دي نظره قاسيه بتتهم بيها المصريين اللي في الخارج؟ لا لا لا، انا بتهم تعمل لهم محاولات حسيسه عشان يسترجعوا ذكرياتهم على مصر وبالتالي يقدموا لها مساعدات او يقفوا بجانب مصر في قضايا مشكلات مختلفه. يعني انا معروف ان مصر في الخارج بقى متلهف جدا على بلده، بيبقى مشتاق جدا على بلده، بيبقى متالم جدا لاي مشكله او اي حاجه تحصل جوه البلد. فالحقيقه بتقولوا القسوه، القسوه اللي موجوده جت من النظام ما جتش من المصريين في الخارج. هم ما حاولوش في اي وقت من الاوقات ان هم يجذبوا المصريين، كانوا مجرد الحنفيه اللي بتتفتح وقت ما يكونوا عايزين تحويلات، والنظره دي هي اللي خلتهم يمتنعوا في وقت من الاوقات. يعني لكن احنا شفنا بعض العناصر جت بالفعل، يعني في ناس جت، في ناس حتى ما كانتش جت بصفه يعني كليه، لكن في زيارات وبيكون في حرص على استثمار افكارهم واستثمار كيانهم المهم اللي موجود دلوقتي في دول اجنبيه هنا. جزء بسيط جدا يعني. لا بس انت حضرتك بتتكلمي على على يعني على عدد على يتعدى على سبع اليد. احنا عندنا في مصر 120,000 تقريبا. حضرتك قلت ممكن يجي بنفسه او يجيب مستثمر معاه. طبعا لو جاب مستثمر معاه مش هيغمض له عينيه عن الاوضاع الامنيه الصعبه اللي في مصر، لكن هو لو جه ممكن يبقى جاي وعارف انه ممكن يخسر شويه لكن يقول كله في ده مصر. هل الروح دي هي اللي حضرتك بتتكلم عنها ان هي للاسف مش موجوده، محتاجه ان هي تدعم اكتر؟ الروح موجوده، والمصريين اللي بره انتمائهم لبلدهم اكتر من المصريين الموجودين في مصر وما خرجوش. ليه؟ لان احنا حبنا لمصر وحبنا لبلدنا اللهم ده واجب علينا ان احنا نرجع تاني ونساعدها، بس لازم يكون في تسهيلات للناس دي. يعني الناس اللي موجوده بره دي لما بتقارن نفسها باي جاليات عربيه بره بيبقى ليهم حق ان هم يجيبوا عربيه بدون جمارك بعد فتره، فرشهم يعني ليهم شروط. المساعدات اللي ممكن تقدمها البلد للمصريين الموجودين بره لازم يعني لازم يكون فيها شيء من التسهيلات علشان تجذبهم. ما هو مش ممكن اطلب من واحد يجي يستثمر في بلده وبعدين احطه قدامه كل العراقيل. يعني لازم كمان حتى مشاكل المصريين في الخارج لما بتحصل لهم اي مشكله بنلاقي اللي النظر في هذه المشكله او التعامل معها بيكون تعامل متاخر على عكس اي جاليه او اي جنسيه اخرى موجوده في الخارج. يعني انا بحكم وضعي بره بقالي 42 سنه، يعني وضع الجاليات المصريه الموجوده بره سواء في بلجيكا البلد اللي انا عديت فيها نص حياتي او في جنوب فرنسا، يعني المشاكل متعدده. مشاكل المصريين الموجودين بره سواء مع السفارات والقنصليات سواء مع بقيه الوزارات اللي هي الداخليه والخارجيه والقوى العامله والتامينات، يعني المشاكل دي مشاكل ليها احجام مختلفه مع كل شخص له مشكلته على حاله. بس النهارده احنا بنحاول بقدر الامكان نخلق هيكل جديد يتولى هذه المسؤوليه ويقوم بمساعده المصريين سواء في الداخل. والله احنا دلوقتي في بندرس مع سعاده الوزير بتاع القوى العامله انشاء نقابه للمصريين في الخارج. النقابه دي يعني لا شغلها لا يتعارض مع الوزارات على الاطلاق، لان دي نقابه تدخل في نطاق الجمعيات وما هياش نقابه حكوميه. واحنا مش عايزين نقابه ممكن تنجز ما عجز عن تحقيقه الخارجيه المصريه بسفرائها المختلفين في مختلف الدول على مستوى العالم. طبعا طبعا. ايه الاليات اللي هتستخدم وزاره الخارجيه وهتكون موجوده؟ لا اقول لحضرتك حاجه، النقابه دورها النهارده تحل مشاكل المصريين مع السفارات. يعني النهارده انا هديكي امثله موجوده
على ارض الواقع. المصريين اللي موجودين في دول عربيه والمصريين اللي عندهم هجره غير شرعيه في اوروبا، هل السفارات بتقوم باي مساعده ليهم؟ يعني ده شيء احنا لمسناه. مدام حضرتك يعني النهارده في ناس بتسافر من مصر ونصهم بيموت في البحر قبل ما يوصلوا ايطاليا، والنص الثاني اللي بيوصل ما معهوش لا ورق حتى ما معهوش لا هدوم ولا فلوس. احنا بنقوم بمساعدتهم ان احنا اول مدينه على حدود ايطاليا، فالناس دي بنحاول نساعدها بقدر الامكان. النهارده لو في نقابه تتولى العمل ده تاكدوا ان المصريين اللي بيناموا في الشارع دول كان ممكن نسالهم اكثر من كده. السفارات لما بيكلمها واحد بدون ورق ما بتعترفش بيه، ما بتحاولش تكلم ولا تقدم له اي مساعده، لا اقامه ولا ورق ولا اي شيء. انا بتكلم النهارده على اوروبا. لو رحت حضرتك الدول العربيه اللي حصل في ليبيا او حصل في السعوديه او حصل في دول عربيه ثانيه، السفارات بتتعامل بطريقه دبلوماسيه، ليه؟ لان في علاقات مصريه مع الدول دي لازم يحافظوا عليها. نقابه ممكن تقوم بدور يعني بدور قانوني وملهاش غطاء دبلوماسي لان دي جمعيه عامه، وبالتالي احنا النهارده باذن الله بنحاول انشاء هذه النقابه علشان تسهل. طب ازاي ممكن نحقق المعادله الصعبه ما بين ان احنا لا نخل بالعلاقات الدبلوماسيه ما بيننا وبين اي دوله اخرى، وما بين ايضا الحفاظ على يعني حق المواطن المصري في الخارج؟ العلاقات الدبلوماسيه دي السفارات بتقوم بيها وتشكر عليها، ده دورهم. انما النهارده لما تكون في مشكله بتخرج عن نطاق الحيز الدبلوماسي في اي بلد. يعني حضرتك تقصد ان النقابات تبقى معنيه بالمشاكل الاقتصاديه اكتر منها اقتصاديه؟ انا بقول لحضرتك ان ممكن النقابات ما يكونش ليها صلاحيات التدخل عند مثلا في قضيه مثلا خاصه بشخص مصري ارتكب جريمه او تعرض لظلم بين مثلا في دوله اجنبيه. لا ممكن طبعا، لان النقابه لازم يكون عندها مسؤوليه قانونيه. النهارده السفاره ما بتقومش بالدور ده. يعني احنا النهارده لما بيحصل اي مشكله في فرنسا بيننا وبين بعض بنحل المشكله دي، سواء واحد مرض سواء واحد مات سواء دخل السجن سواء اي حاجه. فالنهارده لو في نقابه هيبقى فيه يعني دور مهم جدا لمساعده المصريين اللي بره وحل مشاكلهم، لان السفاره في وقت من كلام حضرتك حاجه، هل احجام المصريين الموجودين في الخارج يعني او تفكيرهم اكتر من مره ان هم يجوا يستثمروا في مصر او ان هم يرجعوا مصر او حاجه زي كده، ممكن تكون بتحكم المساله دي مرارات من النظام السابق؟ ان ممكن حد يقول هو النظام ده اللي غربني، او هو النظام ده لما كنت بتعرض لمشكله هناك ما نصفنيش، او رفض للنظام الحالي هو ده اللي مخليهم مترددين ان هم يقوموا بدورهم الاقتصادي والاجتماعي المنوط بيهم في مصر؟ والله شوفي حضرتك، يعني انا النهارده المصريين اللي سافروا من يعني تعتمد فترات سفرهم كانت ايه. في ناس خلاص الدراسه وسافرت زي حالتنا، كملنا دراسه ثانيه وخدنا ماجستير في مجالات معينه، الناس دي عندها استعداد ترجع. النظام السابق والله له مساوئ وله حسناته، يعني احنا مش لازم نقول ان دايما كل حاجه غلط يبقى النظام السابق ده غلط، وحتى في النظام الحالي لازم نديله فرصه ان هو يحقق اللي وعد بيه. يعني دي الاصول. بس الناس اللي بره حبها لمصر وانتماها وحاسه ان ده واجب عليهم ان هم يرجعوا بلدهم، لان النهارده بلدهم احوج ليهم اكتر من اي وقت فات، عندهم استعداد ان هم يقوموا بالدور ده وان هم يعني يضحوا، لان وقت ما يطلب منهم ان في تحويلات بيحولوا. بس هي القصه مش قصه تحويلات، قصه ان هم البلد محتاجاهم وده واجب عليهم ان هم يساعدوهم. فبس يتفتح الباب شويه للتسهيلات، محتاجين تسجيل هذه العقبات. مش اكتر من كده، بس الامكانيه موجوده. تمام. طب شايف ازاي ممكن ان يبقى في جذب للاستثمارات داخل مصر؟ دور المصريين ممكن هو يفعل ازاي؟ والله شوف حضرتك، احنا موضوع النقابه يعني هو موضوع محوري للاسف احنا بنتكلم فيه، لان النهارده لو في جهاز بيدرس المشاريع دي وبيعمل لها دراسه جدوى، وبعدين لما يكون في مستثمر مصري او استثمار مشترك جاي بيقدم له مشروع مدروس، انا مش ممكن اجي فترتي فتره اجازتي 15 او 20 يوم مع عيلتي واجي ابتدي ادرس المشروع لان انا ما اعرفش بيقدم له مجازف جاهزه يعني الاصول اللي انا يكون عندي مشروع او بيختار بقول له عندي مشروعين ثلاثه هم سواء زراعي سواء استثمار سواء صناعي سواء تجاري، واقول له اتفضل حضرتك انهي مشروع في دول ممكن تستثمر فيه. والعكس ما ينفعش، لان مش انا اللي حاجي عشان اعمل دراسه جدوى في مده 10 سنين. ما يستفدش من الروتين الحكومي اللي احنا يعني بنعاني منه. الروتين اللي قبل قالوا قبل كده ان هتتحل مشاكل الاستثمار مع مشاكل الاراضي مع مشاكل مش عارف ايه، وفي النهايه مفيش حاجه تمت يعني. يعني نامل ان الاوضاع تكون افضل. اللهم امين، ده اللي نتمناه، دي بلدنا وده واجب علينا. شكرا جزيلا للمهندس حمزه عبد الفتاح غداشي رئيس جمعيه المصريين العاملين بالخير. بشكر حضرتك على استضافتك. شكرا لحضرتك يا فندم. ومشاهدينا
مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهارده من هذا الصباح. نشكر لكم حسن المتابعه ولقاء يتجدد ان شاء الله. الى اللقاء.